كان سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة في مقدمة مستقبلي ومودعي أخيه سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل عضو المجلس التنفيذي بإمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى زيارته مملكة البحرين للمشاركة في فعاليات معرض البحرين الدولي للطيران 2018 حيث أشاد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بعمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين منوها سموه بمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في معرض البحرين الدولي للطيران.